السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متتبعي هذه القناة المتواضعة، التي من خلالها غادي نتمكنوا إن شاء الله من عزف آلة العود بطريقة محترفة. غادي نحاول نبسطوا بعض التقنيات اللي كنشوفوا عند كبار العازفين على آلة العود. أول تمرين إن شاء الله غادي نحاول نتمرنوا على مقام الرصد. غادي نتمرنوا على هذا المقام هذا، يعني عندنا دو ري المي نصف بيمول فا صول لا سي نصف بيمول حتى الدو. وفي الصعود كيتقلب كتبدل واحد المسألة، ما كتبقاش سي نصف بيمول، كتولي السي بيمول دو بيمول لا صول فا مي ري دو. هذا مقام الرصد. التقنية اللي غادي نحاولوا اليوم نتعلمو بالنسبة لكيفية التطريبة وكيفية عزف على آلة العود مقام رصد على الشكل التالي. علاش غادي نتمرنوا هذه الطريقه هذه؟ عندنا لا نوت، علاش اللي دير انا فيها الاصبع ديالي هي لا لا، يعني لا باش كنحصل على هذا الصوت، ما كتبقاش كتولي كتمرين. كنشد لهاد النوطه هذه بهذا الاصبع هذا وبهذا الصبع هذا، غادي نحاول نبقى نقيس فقط، تنقيس غير الاوتار، ما نقيش المرايه ديال العود او زين العود، ما نقيش الزين ديال العود، يعني نقيس غير فقط الاوتار. وكنمشي بواحد السرعه، كنبقى غادي وكنسرع، او نفس الشيء عاوتاني الوتر صول، وغادي نبقى نسكت الاوتار بهذا الاصبع هذا، يعني بقى نقيس فقط الاوتار. عاوتاني الفا التمرين، يعني هاد الحركة كنبسطوها يعني كنسرع بهذه الطريقة هذه. كنستعمل هاد لا تكنيك هادي في التقاسيم ديالي، وكتعطي واحد الجماليه وكتعطي لمسه رائعه وجميله كاحساس العازف. شكرا على المتابعة ديالكم، كان
نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا التمرين هذا، وان شاء الله تابعونا، تابعوا القناة باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله غادي نبقاو دائما معكم الجديد الجديد الى ان شاء الله يولي عندكم واحد العزف اللي هو محترف. وشكرا لكم.